السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا معكم الأستاذ جواد بن دحو من أسرة بكفصيل في سلسلة جديدة من سلاسل الفيزياء الخاصة بالثالثة الإعدادي، توازن جسم صلب خاضع لقوتين. هذا الدرس يعني مرتبط حتى أنكم تكونوا عارفين معلومات على الوزن، يعني ما يمكنش تجردوا من هذاك الدرس ديال الوزن وخدموا توازن جسم صلب خاضع لقوتين، اللهم إلا درنا إهمال للكتلة. عندي واحد الجسم هنايا فوق سطح مائل، ولكن واخا هو فوق سطح مائل واقف، يعني بحال الا تقدر تعتبر هذا السطح بحال الا خشين، يعني راه يمكن يكون الجسم خشين وتحط فوق منه واحد الجسم ويبقى واقف ما يهولش. في هذه الحاله قال لك اعطي القوى المطبقه على الاجوره على هذه البريكات. اذا هناك طبعا قوتين، شكون هي القوه الاولى؟ تاثير السطح المائل. اذا كنسميوه شي حرف، نسميوه تي. ماذا؟ تأثير السطح المائي، حيت باين قوة، يعني لاحظوا لولا السطح المائي ما كانش تكون البريكة في هاد البلاصة، يعني كاين واحد القوة كيطبقها هاد السطح على هاد الأجورة هاد. ثم القوة الثانية اللي هو تأثير الوزن، بما أنه طبعا هناك الكتلة وبالتالي فهاد الجسم عنده واحد القوة سميتها تأثير الوزن، بي تأثير الوزن. أعيد وأذكر الناس اللي طاحوا في هذا الفيديو باقي ما قراو تأثير الوزن، لابد يكونوا واخدين عليه فكرة. إذا تأثير الوزن، إذا هنا بغينا كتلة الأجور، مزيان حنا عطاونا بي كتساوي 6 نيوتن وبغاو الكتلة. أش عارف أنايا؟ عندي واحد الخاصية اللي كنعرف هي أن بي كتساوي إم مضروبة في جي، هذه باينة بي كتساوي إم في جي. إذا كتلة الأجورة هي بي كتساوي إم مضروبة في جي. إذا الوزن كيساوي الكتلة في شدة الثقالة. كنقلب أنا على الكتلة، إذا الكتلة شنو هي؟ هي الوزن مقسوم على جي. طبعا تطبيق عددي، الوزن عندي 6 نيوتن و جي عطاوني 10 نيوتن لكل كيلوغرام، وبالتالي إذا اختزلت على النيوتن إلى آخره غادي تخرج ليا 0.6 كيلوغرام، نقدر نحولوها لغرام 600 غرام، يعني هاد البريكة فيها 9 كيلو شوية. مزيان، إذا هنايا طرحوا واحد السؤال بحال إلا سؤال فخ، قال لك كتلة الأجورة عند ارتفاع 1200 متر، بمعنى أنها فوق هذا السطح المائل الكتلة ديالتها هي 0.6 كيلوغرام. كيسول قال لك إلا طلعت هاد البريكة الفوق للسما بكيلومتر و200 متر يعني الفوق، قلت لك شيطره لهاد الكتلة، طبعا لن تتغير الكتلة، الكتلة تظل ثابتة واخا طلع حتى المريخ ولا طلع حتى لزحل، وبالتالي هذا سؤال فخ. إذا أنت تقول لي تقول لي الكتلة اللي خرجتي في السؤال الأول، إذا الكتلة تبقى ثابتة، طلع ولا تهبط؟ تبقى ثابتة، إم تساوي 0.6 كيلوغرام، تبقى ثابتة. طبعا هنايا طلبوا مني شرطي التوازن، إذا شروط التوازن هو شرطين، إذا خص تكون حافظهم، هو أنه لماذا؟ للمتجهتين، يعني هنا كاينة قوة وقوة، يعني كاينة جوج متجهات، للمتجهتين نفس الحامل، ما المقصود بنفس الحامل؟ بمعنى أنهما بجوجهم عندهم واحد خط التأثير، واش مفهوم؟ للمتجهتين نفس الحامل مجموع متجهات القوتين أو مجموع متجهات القوتين يساوي متجهة منعدمة، يساوي متجهة منعدمة. تشوفوا هادشي في الدرس ديال المتجهات. إذا كنديرو إف واحد زائد إف اثنان تساوي متجهة منعدمة، هادو ملي كطلبو منك شرطي التوازن. أما باش تقولو عندهم نفس خط التأثير نفس إلى آخره نفس الشدة والمنحنى المتعكسة، إذا ما جاياش. إذا هادو هما شرطي التوازن، المتجهتين نفس الحامل عندهم نفس خط التأثير، وكذلك مجموع متجهات القوتين يساوي متجهة منعدمة. إذا السؤال الموالي غادي نضطر نمسح الفوق، السؤال 5 و6 بها المساحة، تبعوا معايا. السؤال 5 بغا مميزات القوى، لاحظوا هنايا بمعنى انه كلشي هاد القوى اللي كيخضع ليها الجسم بغا المميزات ديالها، بمعنى انه داك بي تأثير الوزن غادي دير ليه نقطة تأثير وخط تأثير المنحة والشدة، إذا بي غادي دير ليه نقطة
التأثير، خط التأثير، البذحة، الشدة. كذلك القوة الأخرى اللي هي التأثير السطح المائل سميناها F. إذا حتى هي هذو خط التأثير، خط التأثير بلحة الشدة. إذا نقدروا نبسطوا الأمر بشكل جدول، يعني بجوجهم بغاو المميزات ديالهم. نبداو ببي، حنا عارفين أن بي نقطة التأثير ديالها هي مركز ثقل الجسم. إذا مركز ثقل الجسم هنا، إذا هنايا كتبدا هي نقطة التأثير دائما، واخا يكون الجسم ما عرفت كيف ما بغا يكون، دائما كتجي كتقول لي نقطة التأثير جي هي مركز ثقل الجسم. ثم دائما عاوتاني خط التأثير ديال الوزن دائما وأبدا نفس التعبير، هتقول لي المستقيم المار أو المستقيم، عفوا المستقيم، المستقيم الرأسي والمار من جي، بمعنى أنه المستقيم الرأسي. يعني ما نسمعوا الرأسي يسحب راسك دير لي عمودي تبغي تفهم وتقول لا راه عمودي على السطح المائل. دائما الوزن رأسي، يعني واخا يكون السطح مائل ديريكت هابط لتحت، إذا القوة ديالتو كتبدا من جي ونازل لتحت. واش مفهوم؟ ماشي تجي راه لاحظوا هنا بالعالي دارو سطح مائل، باش كاينين شي وحدين هيشوفوا السطح مائل يقول لك بلاتي راه عمودي عليه، راسي يعني نازل لتحت. المستقيم المار من جي، طبعا جي اذا البلحه من جي نحو الاسفل. هاد الثلاثه دائما نفس الكتابه كنكتبوا، دائما هاد الثلاثه دائما تعقل عليهم. ثم الشده راه حسبناها لقينا شحال، كنا لقينا طبعا 6 نيوتن، اذا هما عطاوها لينا، اذا بي كدير بي تساوي 6 نيوتن. اذا نجيو لاف اللي هو تاثير السطح المائل، طبعا السطح المائل ما كيبداش ليا من جي كيبدا من ا، كنقولوا ا صافي نقطه التماس. اذا هو طبعا هنا تاثير موزع وكناخذوا الوسط، شي راه شفناه في الدرس اللي باش في الدرس يرجع للفيديو. خط التاثير طبعا احنا قلنا ان مميزات القوى شرطين، انهما في حاله توازن انهما عندهم نفس الحامل يعني نفس خط التاثير. يعني هذه تقول المستقيم الراسي، المستقيم الراسي المار من جي او ا، او تقول المستقيم ا جي، يعني هذا المستقيم اللي كاين هنا وهنا ديريكت دايز من ا دايز من جي ونازل، اذا راه جايين قد قد هذه الحالات، اذا المستقيم ا جي. ثم البدحة، البدحة هو من أ نحو جي، إذا قلتي نعم من أ أو جي ومن أ نحو الأعلى، إذا طبعا هنا البدحة من جي نحو الأسفل، حيث كيكون عندهم بدحة يعني متعاكسة، هنا مانيش نقولو من جي غادي نقولو من أ نحو الأعلى. ثم الشدة شحال تكون؟ بما أننا هما نفس، بما أنه في حالة توازن كتكون مجموع متجهات القوى، بمعنى إف زائد بي كتساوي متجهة منعدمة. وبما ان اف زائد بي متجهه منعدمه فهذا يدل على ان اف بلا سهم كتساوي بي بلا سهم، يعني الشدتين بحال بحال، وهذا الشيء راه شفنا انه ملي كيكون في حاله توازن كتكون عندهم نفس الشده وكنقولوا اف كتساوي 6 نيوتن خرجت من بي. ها هما مميزات القوى، هادو كيكون عندهم شي ثلاثه نقط ولا اكثر في الجهه، واذا خصكم تبقاو تضبطوا هاد المسائل. ثم مثل القوى باستعمال سلم 1 سنتيمتر لكل 2 نيوتن، مثلوا بي. بي اذا كنبداو من جي، اذا اولا كنحسبوا داك الطول ديال السهم، بمعنى 1 سنتيمتر كتساوي ليا 2 نيوتن، اذا اكس 6 نيوتن، اه باينه اكس كتساوي 6 في 1 على 2 كتساوي 3 سنتيم. واذا وفي هذه الحاله هذه كنبدا من جي، من جي فاش كنبدا وكنحسب 3 سنتيم من هنا وكنهبط وكنقول هذا وكندير حداها بي، وركز من جي ماشي من ا من جي. ثم الى بغيت تاثير السطح المائل حنا غيكون دايز كذلك من ا وفيه 3 سنتيم، اذا بهذه الحاله 3 سنتيم غادي يخترق ليا كاع العنوان ديال السبوره معليش. اذا من ا كنبدا من ا و 3 سنتيم، ما كنديرش العمودي، شي واحد يدير لي العمودي لانه ما خصهم يكون عندهم نفس خط التاثير ونفس طبعا الشده والملحه المتعاكسه. اذا في هذه الحاله وكنبدا هنايا داكشي علاش كنفضل ندير لون مغاير، وتنتبه في الامتحان طبعا ما ديرش الاحمر ديال الخضر باش تبين ليه ان الديبار ديال هاد السهم جاي من ا، جاي من ا ماشي جاي من جي، ودير ليه حداه اف زعما راني فاهم انه جاي من ا والاخر جاي من جي، اذا باش تبين ليه انك راه فاهم وضبط المسائل ديالك، لان الا لقيته في واحد البلاصه كيحسبوا بخطا. مزيان، اذا هانتوما داز التمرين الاول بسلام، ننتقلوا للتمرين الموالي.
تمرين الموالي فيه التمرين اللي كنا شفنا الفيديو ديالو طبعا في الدروس اللي كنا هضرنا عليه، هو عندما يكون الجسم في حالة توازن وعطيت المثال بواحد الشخص فوق كرة فوق راسه، واش مفهوم؟ إذا علاش الكرة كتبقى فوق الراس؟ طبعا لأسباب ميكانيكية. إذا أولا هنايا نفس الشيء قال لك عطاك شخص، هذا راه من الامتحان الجهوي، كذلك شخص فوق منه كرة قال لك اضرب القيمة المطبقة على الكرة. طبعا هناك القوة التي يطبقها رأس اللاعب، يعني الكرة لاحظوا كاينه هنا كاينه القوة ديال الرأس ديال اللاعب على الكرة، نسميوها مثلا اف، القوة التي يطبقها رأس اللاعب على الكرة. بين ثم القوة التالية هو ماذا؟ تأثير الوزن ديال الكرة، حيث الكرة عندها واحد العبار وبالتالي عندها واحد الوزن، وهذا الوزن هو بي، تأثير الوزن أو تأثير وزن الكرة، تأثير وزن الكرة. وفي هذه الحالة كنقولوا أن الجسم خاضع لقوتين وفي حالة توازن، توازن فوق رأس اللاعب. لاحظوا هنا بغاو مميزات وزن الكرة واستنتج مميزات القوة التي يطبقها اللاعب على الكرة. نفس الخدمة اللي درناها هنا كنديروها هنايا، بمعنى أنه كدير واحد الجدول، إذا الوزن هو بي والقوة اللي كتبقى رأس اللاعب هو اف، مطلوب منا نقطة التأثير، خط التأثير، المنحة، والشدة. طبعا هنايا نقطة التأثير ديال الكرة هو مركز ثقل الكرة، إذا كنسميوه جي، مركز ثقل الكرة. دائما قلت لك دوك الثلاثة باش تأكدوا هما دائما خط التأثير، المستقيم الرأسي المار من جي، المستقيم الرأسي المار من جي، المنحة من جي نحو الأسفل، بحال بحال نفس الهضرة كتقال دائما في الوزن. ثم الشدة، إذا الشدة واش هي؟ عطاوني الكتلة 450 غرام، كنطبق القاعدة ديال بي كتساوي ام فوا جي، هاد 450 غرام إلى حولتها للكيلو هي 0.45 كيلو، إذا 0.45 كيلو مضروبة في الجي اللي هي ثابتة الثقالة كتعطيني 4.5 نيوتن. إذا هنا نتجنب ندير الوحدة حيت ما درتش هذه الوحدة، وندير الوحدة في الأخير. إذا القوة هي بي، تقدر تقولها لي تساوي ام فوا جي تساوي طبعا تطبيق عددي 4.5 نيوتن. نقطة التأثير عاوتاني هنا هي نقطة التماس بين الكرة ورأس هذا اللاعب، إذا نسميوها مثلا أ. المستقيم أج جي كيف حال كيما درنا قبيلة، أج جي دايز من أو جي، إذا نقولوا أج جي. طبعا المنحة عكس المنحة ديال الوزن، إذا من أ نحو الأعلى، من أ نحو الأعلى. ثم الشدة، بما أنه في حالة توازن تكون عنده نفس الشدة اللي خرجت لي هنا 4.5 حتى هنا 4.5 نيوتن. السؤال ثلاثة، إذا انتبهتوا مزيان، إذا انتبهتوا مزيان أعطاونا نبدلوا متجهات ديال القوة التي يطبقها رأس اللاعب على الكرة، يعني ما طلبوش مني القوة اللي كتطبقها الكرة على رأس اللاعب، طلبوا مني غير وحدة. طبعا هما أعطاوني واحد سنتيم، أعطاوني واحد سنتيم كتساوي 3 نيوتن، طبعا إكس هو 4.5 نيوتن، طبعا حيت بحال بحال 4.5 يعني أنا بغيت إف 4.5 نيوتن. إذا إكس كتساوي 4.5 في 1 مقسومة على 3، إذا 4.5 على 3 هي 45 على 30، هذا الشيء راه القواعد ديال القسمة. إذا 1 كتشيط ليا 15، إذا هنايا 15 10، إذا 100، إذا هنا 5، إذا كتساوي ليا 1.5 سنتيم، وبالتالي كنستنتج ان القوه اللي كيطبقها هذا الراس على اللاعب كنحسب 1.5 سنتيم، ثم كنبدا من هنايا حيت بغيت نقطع الراس من ا حتى لهنايا، يعني حتى هنا 1.5 سنتيم، اذا سميتها اف وما كنكتبش 1.5 سنتيم طبعا حيت درتها هنايا. اذا وكيبدا ليا السهم من نقطه التاثير ا ماشي من الجي، اذا عفوا الراس شويه معوج نورمالمون ا غادي يدوز حتى على الجي، الكره اذا جات في الوسط، ولكن حنا رسمنا الرسم شويه تقريبي باش تعرفوا انه اللي كيهم ليه هو السهم الطول ديالو 1.5 وكيبدا ليا الضفدع من الارض. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذه الفقره مقتطفات من الامتحان الجهوي، كنتمنى انكم تخرجوا التمارين قبل ما تشوفوا الجواب،
دمتم أوفياء أعزائي التلاميذ، إلى اللقاء.